اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا زي ما دايما باكد معاكم في صباح الورد ان احنا مهتمين جدا جدا ببناء الانسان، بنشجع كل انسان فعلا ايجابي، فعلا بيشتغل على نفسه، فعلا عنده روح الحماس وروح الايجابيه وروح الابداع. علشان كده ضيوفي اللي منورينا النهارده في الاستوديو، احنا هنتكلم معاهم ونعرف قصتهم ايه. احنا كلنا ممكن نشتغل في مهن مختلفه تماما عن مجال الدراسة بتاعتنا، وفي ناس بتشتغل لمجرد ان هو واجب عليها وخلاص، انا يهمني يبقى في عندي مرتب اخده اخر الشهر، مش مهم انا اعمل ايه. في ناس بتدي يدوب الشغل على قده، وفي ناس بقى بتسعى ان هي تبدع في الشغل. يعني خلاص انا دخلت وتعلمت الشغلانة، مش بفضل بقى ثابت مكاني، لا انا بعلي على شغلي، انا بجود في شغلي، فبعلى ببتكر، ممكن اعمل حاجة جديدة خالص مختلفة، واكون انا ليا يعني اكون انا اول حد بدأ بالابداع ده او الشيء الجديد ده. احنا دلوقتي منورنا اتنين من الشباب المبدعين في مهنتهم، وهي مهنة النقاشة. ناس كتير ممكن تقول هو النقاشة ممكن يكون فيها إبداع إيه؟ يعني هو نقاشة كورنيشة وخلاص، وشكل كرانيش مختلفة وخلصنا على كده. لا، احنا بنتكلم على بعد جديد، لأن هم فعلا أبدعوا وأضافوا للشغلانة، وقدروا أن هم يستغلوا كمان هويتهم اللي بيحبوها في مهنتهم اللي هي النقاشة، وتألقوا في تقنية الـ 3D أو ثلاثي الأبعاد. يعني إيه نقاش النقاشة ثلاثي الأبعاد؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيوفنا اللي منورنا، الأستاذ محمد السيد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. والأستاذ محمد عايد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب خلينا بقى في البداية، يعني أنتوا أصدقاء في الأساس، اتعرفتوا على بعض، يعني العلاقة بينكم بدأت إزاي؟ اتفضل. هو احنا درسنا مع بعض في الاول، كنا مع بعض في الدراسه وكده، وبعد كده بدانا في الشغل بقى، في اتطورنا يعني في الشغل بتاعنا. احنا مش عايزين نبقى في حاجه واحده، النقاشه ده اي حد بيعملها، اي حد ممكن يمسك رولا ويشتغل عادي. بس احنا بقولنا لازم نعمل حاجه جديده. مجال الدراسه انا عارفه ان هو مختلف عن مجال تمام. العمل. لا يعني مش فنون جميله، المفروض ان اي حد بيسالنا يفتكرنا فنون جميله. محمد بس محمد دبلوم تجاره، وانا تكييف في تبريد. طب ده انتوا حاجه مختلفه خالص، دي بتبقى مهاره من عند ربنا يعني. طب ايه اللي خلاكم تفكروا في النقاشه تحديدا؟ دي حاجه بعيد خالص عن الدراسه. يمكن حبيناها شويه. ازاي؟ ايه اللي حبيبكم فيها؟ ما انا عايز اعرف الشراره الاولى. بنحب الالوان. اوكي. يمكن حتى يعني ركزنا في المجال الالوان في اللعب 3D وكده، عشان الناس كلها بتحب البعد، بتحب الالوان، بتحب. بس انتوا من قبل 3D بتشتغلوا في النقاش؟ بنشتغل في النقاش عادي. النقاشه بيتهيألي انا دايما بعرف يعني بسمع انه النقاش ده لازم يبقى تحت ايد صنايعي بيعلمه النقاشه. هل حصل معاكم؟ واحنا اتعلمنا. تمام. اتعلمتوا ده اثناء بقى دراستكم في الدبلوم، كنتوا بتشتغلوا في المهنه النقاشه ولا ده بعد ما كنا بعد الدراسه؟ بنروح الشغل عادي، بس ما كناش برضه مع الحاج وكده. اوكي. كنا بنروح عادي الشغل، بس كنا لسه ما صوبيان يعني، مش لسه بقى دخلنا في المجال اللي هو الرسم، نرسم او نرسم بالاير براش، لاننا بنرسم بالاير براش بكمبروسر، بنرسم بالهواء. ايوه. فطبعا كان بالنسبه لنا الموضوع صعب. انتوا بقالكم كام سنه في مجال النقاشه بشكل عام؟ لا، النقاشه بشكل عام كتير يعني. من لكن مجال الرسم حوالي مثلا 8 سنين. فكره بقى فكره ال 3D او الثلاثي الابعاد جات لكم ازاي؟ جات لنا من الورق الحائط، من الافكار الموجوده فيه، بس كان طبعا معظمه كان بيجي ورق حائط يعني. يعني احنا صورة. دلوقتي في صوره قدامنا، لو تعلق عليها صوره ثلاثي الابعاد. الصوره اللي قدامنا دي ايه؟ اهي منظر طبيعي. دي لازم يعني انا دي عملت فيها احساس يعني ان انا ادي المكان وسع شويه، احسس المشاهد او اللي بص على الصوره ان هو داخل جوه المكان، داخل جوه الرسمه. ما احنا شايفين وسع فعلا. هي دي مساحه قد ايه اصلا؟ هي دي انا اخر الريسبشن الموجود. مطرح يعني مكان ما انا واقف. اوكي. من بعد كده، من بعد وقوفي ده كله رسم. فانا اخذت المنظور بتاع الرسم، الارض خدته معايا على اساس ان انا امشيه مع المجال، بحيث ان المشاهد يشوف الرؤيه واسعه معاه. صحيح. ده كان العميل كان طالب توسيع المكان او عايز المكان يوسع شويه، يبقى فيه وسع. فبالتالي وانت هو قاعد هو نوع من الخداع البصري. ايوه صح، عينيك شايفه ان في مسافه لسه، كانك كده قاعد وفي طرقه قدامك. بالزبط. يعني لدرجه ان الواحد ممكن يمشي ويخبط في الحيط. بالظبط. صح، بالظبط كده. التصميمات بتحددوها ازاي؟ يعني هل مثلا انتوا متخصصين مناظر طبيعيه بس، ولا ممكن تعملوا بورتريهات؟ احيانا كتير يعني، مثلا رسمه القرش الموجوده دلوقتي دي برضو فيها نوع من ال 3D شويه، او فيها نوع من الخداع البصري شويه، كانها خارجه من الحيط يعني. حتى انا ماسك فطبعا يعني احنا بنحاول بقدر الامكان نخدع اللي قدامنا باللون.
نخدع المشاهد او العميل باللون ان هو نهيئ له شكل يتناسب معاه يوسع مع المكان كده. بتوزع الشغل ما بينكم ازاي؟ يعني مين مسؤول عن ايه؟ مين المسؤول مثلا عن وضع التصميمات ومين مسؤول عن تنفيذها؟ الشغل بيتقسم ما بينكم ازاي ولا معاكم حد بيساعدكم؟ لا احيانا كتير والله يعني بنكمل بعض يعني في الشغل. بالظبط محمد مسؤول من بعض. حاجات يعني بيجينا الرسمه مثلا فمحمد مثلا ممكن يعمل حاجات وانا اعمل حاجات كل واحد بيعمل حاجه معينه تصميمات يعني بنقسمها. اوكي بس انتوا الاثنين بتعرفوا تعملوا نفس الحاجات بحيث ان لو حد مش موجود التاني يقدر يعملها تقريبا. هو بس ان احنا كنا ايه الزبون كان في الاول الفكره جت لنا عشان الزبون كان بيختار مثلا حاجه فما ينفعش ان احنا نقول له لا مش هنعرف ننفذها يعني مثلا يجيب رسمه او حاجه. اوبا ثانيه واحده بقى انتوا كده جربتوا في حد في زبون كان ضحيه صح؟ لا هو في الاول هو التجارب عامه لازم تكون في مكان انت مضحيه بيه ممكن بقى تكون معمل تكون اول ما بدانا فعلا كده لان اكيد لازم تبقى مين اللي ضحى بالمكان مش الزبون ببيتي طبعا يعني انت عملت بيت يعني انت ضحيت بالبيت ان انا عايزه اجرب ما هو لازم تتعلمها يا فندم طبعا لازم تتعلمي الفكره جات لكم لما في زبون قال لكم انا عايز اعمل حاجه 3D هي ما كانتش 3D الاول هي كانت رسم ورد عادي فقلنا نجرب بس ورق ال 3D لما طلع ناس كتير حبته وناس كتير كمان ما كانتش عايزه تجيبه عشان هو في النهايه ورق او صوره فناس يعني لما قلنا لها ان احنا ممكن نرسم الورق ده يدوي من خلال الالوان ناس كتير شجعت الفكره وناس كتير الحمد لله عجبتها الموضوع واضح ان انا حاسه ان انت اللي بدات يعني انت اللي كان عندك الخطوه الاولى في ان انا ارسم وانا ومحمد واحد والله انتوا الاثنين بس يعني بس ممكن بدات شويه ايوه في بيت محمد طب اشمعنى مش بيتك انت يعني ليه هو تضحيه يعني ليه هو يضحي ببيته وانت لا طب ليه ما تضحوش انتوا الاثنين يعني انت تبوظ حيطه عندك وانت تبوظ حيطه لا ما هو انا برضو جربت في اماكن ثانيه بس مش فاهم بس في شباب مش فاهم في شقه اختي بصراحه لا صعب انك تجربي في عميل لان مفيش عميل هيسمح لك بكده مفيش عميل هتخشي له مثلا او تدخلي عنده طبعا وتبوظي له حيطه يقول لك طب اتفضلي بقى طب انا عايز اعرف ليه الحيطه بتبوظ وانت اصلا في الاخر بتعمل خدع ببويا يعني افرض باظت منك ما انت هتعمل رسمه اللي قدام حضرتك ممكن ما يقتنعش بكده ممكن يقول الحيطه باظت الحيطه يعني انا قصدي ما تحفرش مثلا انت لا 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 ممكن يقول لك استهلكت خامات كده انا اداني الدفع جوز اختي انا قال لي اعمل جربه في شقتي عادي واعمل اللي انت عايزه طب طلعت ايه في الاخر بصراحه بقى يعني هل اتبسطت ولا اتخضت لا مش من اول مره تبقى تطلع حلوه بتشوفي مثلا بعد كده بتعملي رسمه بتشوفي ايه اللي ناقص فيها ايه الغلط فيها تعمليها ثانيه بتحاولي ايه تحسني منها يعني انت قعدت تحسن لهم الرسمه على مراحل كل شويه تعدي على بقى كل جنب بنحاول بقدر الامكان هم مستحملين بصراحه يقول لي خلاص عادي كمل في الجنب ده كمل في الجنب ده عادي طب والله دي روح حلوه جدا روح التعاون يعني بص لولا برضو ان هم ضحوا بالحيطه بتاعتهم وتبرعوا بالمساحه وكده انت كان ممكن تبقى قاعد عطلان يعني مش عارف صح لا ومعظم النقاشين كتار ففي اللي بيفضل يعمل حاجه هنا يعملها هنا يعملها في كذا شغلانه مفيش حد بيطور من نفسه فاحنا حابين ان احنا نطور من نفسنا لا نشوف الجديد ايه الناس عايزه ايه جديد ونعمله ان شاء الله الفكره اللي هتبقى جايه باذن الله اللي هو الاي بوكس في ماده اسمها ماده الاي بوكس اللي هي بتبقى ارضيات اي بوكس هو ده بيجيب ورق اللي هي بيقولوا عليها ايبوكسي ايبوكسي اوكي فدي بتبقى ورق فاحنا هنعمل يعني الفكره جايه تبقى رسمه ورق بتحط فاحنا بنفكر نرسم اللي تحتيها بس عايزين يعني هنعمل نوع من لا ثانيه واحده الايبوكس دي المفروض ان هي حاجه شفافه وتحتها ورق بالظبط كده زي فكره ازاز وتحتيه سوق بالظبط كده فانتوا هتعملوا هي الورقه دي هي اللي بتعطيكي ال 3 دي او البعد الثالث اللي فيها اوكي رسمتها فانت هترسمها احنا هنرسمها يدوي هي بتبقى المتر بس عايزين لسه عايزين بس هنشوف الماده اللي تتناسب مع الارضيه لما الايبوكس ما تتفاعلش معاها اوكي ماده الرسم يعني انت كده كده هيبقى في ايبوكسي وهترسم عليه لا يا فندم هنرسم الاول ترسم الاول وبعد كده نعمل الايبوكسي عليه حط الايبوكسي عليه عشان يبقى عازل عشان المشي فهمت قصدك المتر الايبوكسي ب 650 جنيه المتر مربع فبيبقى غالي على الزبون ان هو مثلا عشان يعمل مطبخ ارضيه حمام طب انتوا لسه بتدرسوا المشروع ده يعني ده جديد يعني صح ان شاء الله طب هتجربوه في مين بقى بما ان هتشوفوا اكيد برضه عندي عنده يعني برضه تاني ودي بقى ممكن تتجرب منعزله انتوا كده هتضطروا تعملوا ارض يعني انتوا عايزين ارض تشتغلوا عليها
ما هو فعلا ارض. ما هي فعلا في ارض. يعني في حد هيضحي لكم اكيد طبعا. ما هو فعلا انا يا ترى شكلها ايه شققكم؟ وانا عم اقول الشقه دي بعد التجارب بقى شكلها ايه صح؟ ربنا يستر. يعني انتوا شكلكم بوظتوا. لا بس ما هو احنا بنبوظ فعلا اول حاجه وممكن تطلع معاكي بعد كده. انتوا متجوزين كده ولا لسه شباب؟ كل انا متجوز. طب المدام بقى يعني رايها ايه وانت عمال في البيت بتوقع؟ لا والله المدام بصراحه بتشجعني جدا بجد. والله يعني مش متضايقه ان انت خدت حته بوظتها او هتبتدي تبوظ ارض؟ لا لانها عارفه ان ممكن بكره ده يبقى بالنسبه لي احسن. يعني عايزين نحييها. والله انا عايزه احييها بصراحه الزوجه اللي بتقف في ظهر جوزها. وانت يا محمد اخبار الفاميلي عندك العيله في البيت ايه؟ هو انا مش متجوز عامه. طب حد قاعد معاك ولا قاعد لوحدك؟ لا انا قاعد لوحدي هنا. طب خلاص لا يعني امال عايشين في الفيوم وانا عايش هنا في القاهره لوحدي بحكم شغلي يعني. براحتك بقى نبوظ البيت زي ما احنا عايزين. اللي انا عايز مش حد يقول له لا مش كده. فاكرين اول رسمه رسمتوها كانت ايه وانتوا بتجربوا لسه عشان نبتدي رحله الابداع مع بعض؟ والله هي كان فرع عباره عن فرع ورد بصراحه. ده بالنسبه لك انت اسهل حاجه صح؟ هي اسهل حاجه انت بصراحه. انت قلت العب على المضمون. لا مش اصل هي مش محتاجه منظور. هي دي رسم. هي دي اول رسمه انت كنت تجربها؟ لا 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 ده اصغر من كده. دي فيها أصغر. يمكن فنيات شويه فيها بعد وفيها فيها التواءات بتلات فيها لكن الثانيه ورقه صغيره خالص ورد صغير بفرشه صغيره. دي كانت اول حاجه. كانت تجربه برضو يعني. طب وانت يا محمد اول رسمه كانت ورده برضو؟ كانت ورده برضو بس هو كانت ستنسل نبرتيه في ورده في حوالين شاشه. طب ليه اخترتوا ان انتوا تبتدوا بورده واحنا بنجرب؟ ما هو سهل الحاجات السهله الورده لازم تبتدي بحاجه بسيطه. الديناصور اللي حضرتك شايفاه دلوقتي ده ما شاء الله برضو عجب ناس كتير قوي عندي في مين عايز يعمل ديناصور في البيت؟ هي الفكره والله كانت الطفل على فكره بس والله ده عايزين يرعبوه يا عيني. لا هو الطفل ما شاء الله يعني بالنسبه له عادي يعني. يعني معرفش يعني ممكن ينام بالليل ولو فتح عينيه كده في اداره خفت على الديناصور ده. والله كان مصمم وكان مصمم ان الديناصور نفسه عينيه تنور. والعينيه يعني نورت فعلا. احنا عملت عينيه تنور ازاي؟ في ماده اسمها فسفور بتتحط في العيون. في الضلمه تقوم منوره. ففي الاول ما يطفي النور العينين تنور. يا خبر ابيض. وانا ما اعرفش جرأته بصراحه انا نفسي خفت مش كده. انا نايم بالليل في الضلمه الاقي عيني منوره. في ناس هو الطفل ما اعرفش ربنا يخليه لاهله. ايه اكتر الرسومات اللي يعني ايه اكتر الرسومات اللي بتطلب منكم بقى في الـ في ال 3 دي؟ انتوا بقالكم 7 سنين في المجال تقريبا بقى. ان شاء الله. هو ال 3 دي والسلسله بقى هو على حسب المكان. بنخش المكان في مثلا اوضه عايزين يدوا فيها وسع فبنعمل حاجه ثلاثي الابعاد عشان توسع معانا في الاوضه. حاجه مكان كبير ممكن نعمل حاجه 3 دي مثلا. هل حد طلب منكم ترسموا وش بني ادم؟ في بعض الاحيان يعني حصل فعلا. هو بيحصل بس احنا حرام يعني ان ما نرسمش اشخاص. ليه ما بترسموش اشخاص؟ صعب عليكم يعني؟ لا حرام محرمه يعني. انتوا مش عايزين ترسموا اشخاص بس ممكن ديناصورات ممكن مناظر طبيعيه. الحاجات دي عادي. اوكي. وفي نفس الوقت برضه عين البورتريه كبير قوي. البورتري طبعا ده ما انا عشان كده سالتكم لان انا عشان كده بقول لي بصراحه ده البورتري مش سهل شويه يعني. يمكن اللعب بالالوان حاجه. البورتري محتاج الوان معينه غير اللي احنا بنشتغل بيها. لان احنا بنشتغل يعتبر بالوان بلاستيك نص لامع اكريليك. صعب في البورتري. البورتري ممكن تشتغلي بيه فحم ممكن تشتغلي بيه قلم رصاص زيوت مثلا. لكن صعب انا جربت صعب جدا انك تشتغلي بيه زي ما احنا شغالين كده. هل بشكل عام في ال 3 دي او الناس اللي بتشتغل زيكم في السوق بتاع الثلاثي الابعاد في فعلا رسومات بورتريهات ولا دايما بتكون ما بين مناظر طبيعيه وحيوانات؟ ما اظنش ان حد يعمل بورتريه على الحيطه الا ليه الاول. يعني ممكن يعني مثلا ما طلبتش مني الا مثلا خلال السنين دي كلها مرتين ثلاثه. ما حدش بيفكر يعمل صورته بحجم كبير. او صوره اي حد. ممكن يكون حد مثلا بيحب شخصيه مثلاً معينه تاريخيه بس بحجم مش هيكون بالحجم الكبير زي ما انت متخيله. لا مش حجم كبير ممكن. اكيد بالظبط. فلو عايزه حجم صغير اكيد هيعمله فحم. هيعمله مش هينفع الوان من بتاعتنا. يعني ده مش دارج عامه في سوق ال 3 دي؟ لا في سوقنا احنا خالص. لا في سوقكم. مش دارجه. هي حاجات زي كده بقى. حاجات زي دي حلوه قوي. عرايس دي غرفة بنوتة. دي حلوة. دي ما تخضش خالص. دي جميلة. ما هو حضرتك برضو مقيدة باللي جاي لك يعني. مقيدة بالطلبات اللي عليك. يعني هو بيبقى جايب لكم الصورة وعايزينها تتعمل. واحيانا انا بدخل مثلا على جوجل بدخل على برنامج صور اشوف في صورة تعجبني فكرة تعجبني ونفذها. او ممكن تيجي من خيالي. يعني انا ممكن مثلا كزبون اجي لك اقول لك ايه والله انا بفكر يعني دي من خيالي. الصوره دي من خيال. يعني انا ممكن مثلا اجي لك اقول لك انا في الحيطه دي عايز اعملها 3 دي بس ما عنديش تصور معين. بالظبط. فانا بعت لحضرتك مثلا بعض التصورات. ممكن تصوير منهم يعجبك او ممكن اخد منك مبدا امشي عليه.
طب ست البيت بقى ما تيجي تنظف الحيطان دي، ايه الالوان هتطلع ولا ايه؟ بتتغسل؟ لا بتتغسل، بتتغسل جدا. طبقه ورنيش مائي، الطبقه اللي احنا شغالين برونز ليزر بتاخد طبقه ورنيش مائي يبقى عليها برونز ليزر، تشوفيها ما تقوليش ورق رسم، ورق حائط اي حد بيشوفها بيقول ورق، يعني ممكن عادي جدا بميه وصابون والالوان ما تروحش وما تبهتش. وكمان الميزه في الالوان اللي احنا شغالين بيها ان هي الوان اكريليك، بمعنى ما لهاش تفاعل تماما مع الجو، يعني الالوان الزيتيه ممكن تتفاعل مع بعض الوقت بس ما اقدرش امسح بحاجه خشنه، صح؟ لا لا عادي، عادي بس عادي. مش لدرجه خشونه يعني، مش تكون حديد مثلا يعني، مش لدرجه السلك. لا ما حدش دلوقتي متهيألي مش كده. لا ازاي بقى، ده انا السلك الالومنيوم دي عندي مهمه قوي، بتطلع حاجات معينه ما بتطلعش الا بيها. لا هو بص بص فنم، هو يعني ينفع بالسلك بس على الهادي، مش كده، مش بضغطه جامده، لان طبعا في النهايه هي طبقات الوان. في خلال السبع سنين حصل انه حد اشتكى من شغلكم وقال لكم لو سمحتوا بقى تعالوا او حاجه باظت مننا الحقونا؟ دي دي الحمد لله ما حصلتش. هم ممكن يكلمونا بقى عشان شغل تاني، اتصلوا بينا عشان شغل تاني يسالوا علينا. بس هل اما اضفتوا لمسه الثلاثي الابعاد او شغل ال 3 دي ده تخصصتوا فيه واكتفيتوا بده، ولا ممكن حد يطلب منكم شغل نقاشه كلاسيك عادي؟ بنشتغل واي ديكورات برضو بننفذها، خيال، روعه، قطيفه، الحاجات العاديه حسب يعني. الطلب اي ديكورات. طب هايل. طب لو حد كان عمل شغل نقاشه ومش مع صنايعي، معهوش حد وعايز رسم بس، بنروح له برضه مفيش مشكله. لا مش رسم، شغل نقاشه عادي، ومش عاجبه الشغل واستعان بيكوا علشان تصلحوا. هل عامه ترميم شغل نقاشه اوريدي موجود بيبقى صعب؟ حسب بقى اللي هو عامله، يعني اللي هو عامله مبادئه، يعني مثلا عامل سيئات كتير جدا اكيد طبعا هيبقى فيه صعوبه في التعديل. لو عامل حاجات خفيفه طبعا هيبقى اسهل. رسمة زي اللي قدامنا دلوقتي دي بتاخد منك مثلا وقت قد ايه؟ دي رسمة نيكي وبودو كانوا راكبين عربية، دي خدت تقريبا يوم. ايه ده بس؟ ان شاء الله بتاخد يوم الرسمة، يوم بس؟ من فضل الله. ياه، بس تحتاج تسيبها بقى تنشف طبعا ولا؟ لا لا لا، هي بتنشف تقريبا في نص ساعة او في اقل من ربع ساعة. دي بقى ينفع تعملوها وفي ناس اوريدي ساكنة في البيت، ولا ده لازم يكون اثناء تأسيس النقاشة؟ لا لا بيحصل وهم ساكنين في المكان. طب ده حلو قوي، يعني مش ما فيش يعني ما فيش بهدلة زي ما حضرتك، يعني الموضوع خفيف قوي. انت ممكن نوقف قدام الجنب بقى، معانا الالوان، معانا التبشير والقلم الرصاص، بنبتدي نرسم الرسمة وبعد كده نبتدي نلون فيها واحدة واحدة زي ما حضرتك شايفة بالظبط. دي انا كنت رسمت الخلفيه ورسمت الطريق ورسمت الشجر. هبتدي ان انا خلاص اقسم الحاجه الاخيره اللي هو الشخصيات. الشخصيات اللي هم ميكي فرسمناهم، وبعد كده نبتدي نلون كل ده واحنا واقفين في نفس المكان. طبعا ما كناش علاقه باي حاجه في الشقه. تكلفتها ايه؟ التكلفه طمنونا يعني. لا مش عاليه والله، متناول الجميع يعني ان شاء الله. بجد في متناول الجميع؟ لا فعلا يعني، لا لا رخيصه بجد والله. طب هل مثلا انا ممكن اجي اقول لك انا والله معايا بادجت بكذا وامشي لي عليها، هل ده ينفع ولا انتوا لازم انتوا اللي تحددوا سعر محدد يعني؟ يعني انا مثلا لو عندي حيطه معينه قلت لك انا عايزه 3 دي هنا، وانا البادجت بتاعتي مثلا رقم، هل بتبتدي انت تتكيف على هذا الرقم أكيد. ولا بتقول لها لا ده مش هينفع؟ لا اكيد اكيد. لا كده لو حضرتك يعني صممتي على رقم معين في السعر متهيألي مش تنجح في السوق، لازم حضرتك تعملي مرونه بالظبط، وفي نفس الوقت برضو تعملي كل المستويات. يعني في برضو شعبي وفي اعلى شويه، في اعلى، على اساس برضو تعرفي تشتغلي داير او كامل. طب انتوا عملتوا كده يعني؟ هل انتوا مثلا انتوا على مدار السبع سنين كان شغلكم مثلا فيلا الاكتر، شقق اكتر، شقق بسيطه، شقق صغيره، ايه المساحات؟ وحاليا الشقق الاكتر. ومعظم الشقق كلها بتبقى ساكنه. اوكي يعني واضح ان هي اطفال اكتر، صح؟ انا شايفه ان المهتمين هي اطفال. الاطفال عشان رسومات الاطفال بتبقى مبهجه والألوان اكتر، والالوان مبهجه. يعني معظمنا في بيوتنا بنبقى عايزين المكان اللي احنا قاعدين فيه كله مثلا ممكن الوان هاديه، ممكن صوره بسيطه، لكن غرفه الطفل بنبقى عايزينها دايما فيها نوع من البهجه وفرح، عالم فرح الطفل. عشان يفرح الطفل جنينه مثلا، شخصيات كرتونيه، ايا كان الطفل يعني حسب ميول الطفل ايه. هل بيطلب منكم شغل مثلا 3 دي في شركات او مكاتب شركات؟ لا والله، ولا كانت كلها بيوت يعني؟ مثلا مكتب عندي حيطه بتاعتي في مكتبي في الشركه، عايز اعملها. لا تمام، بتحصل. انا بحسب انت الفكره ان تبع شركات، تبع شركه. لا لا لا، شركه ان انتوا بتعملوا يعني، مش قصدي مش وحدات سكنيه فقط يعني. شركات؟ هل عملتوا شغل لشركات قبل كده او؟ لا عادي بتحصل، اماكن عمل يعني بتحصل. بيبقوا طالبين ايه بقى يعني؟ اللي بيبقى حسب الرسمه، ممكن مثلا لوجو الشركه عن طريق 3 دي. يعني ده طلب منكم قبل ان لوجو الشركه يتعمل 3 دي؟ يتعمل 3 دي مثلا. ممكن المكان ما يصلحش للورق او ما يصلحش للحاجات زي كده،
للبانر فممكن نرسمه او مكان مثلا زي المدخل نهيئ مثلا المدخل ده للفيلا دي او للمكان ده وبنعمل مثلا اللوجو حسب بقى بتبقى حسب نوع الشركه وتشغيلها وكده. انتوا بتسوقوا شغلكم ازاي؟ ليكوا صفحه على الفيسبوك؟ اه يا فندم. ايه اسمها ايه؟ محمد عيد عبد الهادي ومحمد مزيكا. انتوا كل واحد بالاكونت بتاعه بس مش عاملين مش عاملين فان بيج، مش عاملين صفحه رسميه. لا عاملين الايميل نفسه بنبتدي نشير من عليه الشغل، ننزل على جروبات، ننزل يعني في جروبات نبتدي يعني نبتدي بقى الناس الحمد لله اللي يشوف شغلنا الحمد لله يسال الاسعار يسال الحمد لله رب العالمين. يعني هو شغلكم جميل جدا مبدئيا، انا بحييكوا عليه واستمروا ان شاء الله، ومستنيين بقى الايبوكسي بالصح وهتبوظوا البيوت بتاعتكم انتوا الاثنين ان شاء الله. هو نجرب عندنا ان شاء الله الاول. ايوه بشكركم ونورتونا، وبشكر الاستاذ محمد السيد والاستاذ محمد عايد. صباحكم صباح الورد. صباح الخير. مشاهدينا فاصل ونرجع مع فن الشعر والقاء الشعر بعد الفاصل.